السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بدون أهداف. حلقتنا النهاردة حلقة مميزة جدا، معانا ضيفين مميزين. الأول نرحب بالكابتن سعيد لطفي، المنسق الإعلامي لقطاع الكرة بنادي الزمالك. أهلا يا كابتن سعيد. شريف سعيد، بتودي معاك والله. الله يحفظك. الله يخليك ومنورنا كده دايما، وإن شاء الله تبقى حلقات موفقة معانا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بشكرك وبرحب بضيفك طبعا، أنت اللي تقدمه حبيبي غالي، يعني حضرتك اللي تقدمه عشان ما حرقش. ويسعدنا أن يكون معانا الكابتن أحمد صلاح، مدرب حراس مرمى قطاع الناشئين بالزمالك. أهلا يا كابتن. أهلا بحضرتك أستاذ شريف، سعيد موجود مع حضرتك النهارده، ونجم الاعلام كابتن سعيد لطفي طبعا، نجم نادي الزمالك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. طيب احنا هنبدا بقى في حلقتنا على طول. كان في حاجه او في جدل في الشارع المصري، بالذات الشارع الكروي، هل يعني طلع قرار الوزاره ان رجع النشاط الرياضي في مصر، بس يعني قرار مش مفسر. هل القرار من ضمن محتوياته ارجاع النشاط الكروي في مصر، ولا ارجاع الدوري، او ارجاع الدوري؟ تمام ماشي. يمكن احنا في البدايه لازم نقول ان احنا طبعا ورا الدوله، كلنا مساندين للدوله وقراراتها، ودايما الدوله بتعمل جاهده على مصلحه المواطن والشارع الرياضي وكل يعني كل الرياضات او جميع المجالات. فكان قرار الدوله بتوقف النشاط الرياضي كله من حوالي اكثر من 3 شهور بسبب ازمه فيروس كورونا. ثم خدت قرار بعوده النشاط. مش عارفين الكلام بيتقال، هل عوده النشاط اللي المفروض ان يعني انا سمعت طبعا من السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي ان قال عوده النشاط الرياضي، لكن ما اعرفش هل قال عوده الدوري ولا ما قالش عوده الدوري. لكن المتحدث الرسمي مجلس الوزراء طلع في اخر. طب معلش يا كابتن سعيد، نطلع فاصل ثانيه ونرجع تاني. فاصل ونوم. ورجعنا لكم بعد الفاصل، اهلا بيكم. معلش يا كابتن سعيد كان في مشكله في الصوت. نكمل. احنا قلنا برضه عشان نقول الكلام من تاني، الدوله اخذت قرار بتوقف النشاط الرياضي، مجلس الوزراء من حوالي 3 شهور لما بدات جائحه فيروس كورونا، وكل طبعا التزم، وكنا في البيوت، عدتنا في فتره كبيره جدا في البيوت، وبعد كده الدوله اخذت قرار بعوده النشاط الرياضي. هل الدوله اعادت النشاط الرياضي كما يحق لاي اتحاد كوره الرؤية أو اتخاذ القرار الذي يراه، هل باستكمال المسابقات الموسم المنقضي أم ببداية موسم جديد؟ في خلاف الفترة دي بين نادي الزمالك مستشار مرتضى منصور ومعاه النادي الإسماعيلي وبعض الأندية، وادي دجلة أو نادي طنطا وأكثر من نادي. 14 نادي. 14 نادي. أندية كتير جدا رافضة عودة يعني استكمال المسابقة. وفي أندية منها بتزعمها النادي الأهلي والمقاولين وبيراميدز ليهم مصلحه. فعايز اقول ان المشكله اللي بتواجه طبعا مشكله صحيه يا استاذ شريف. موضوع العدوى اللي موجوده دلوقتي، الناس تقول لك طب انت الدوري، لو الدوري ده رجع هيبقى في عدوى، لو الدوري الجديد بدا مفيش عدوى، ده كلام اللي هو الطرف اللي هو عايز استئناف النشاط. انا شايف ان الدوله حريصه على صحه المواطن بوجه عام وصحه المنظومه الرياضيه بوجه خاص. انا اتمنى ان يعني كنت اتمنى على رايي الشخصي، مش عشان انا زملكاوي فبقول الكلام ده، يمكن انا دايما حضرتك عارف ان انا رايي دايما محايد ورايي من دماغي، لكن انا كنت شايف ان موضوع استكمال مسابقه الدوري الممتاز هذا الموسم هيبقى فيه صعوبه جدا، خاصه كمان عشان المواعيد، وان لسه الفرق هترجع وهتاخد وقت والكلام ده كله، فيها صعوبه. لكن اتحاد الكره بيقول لك انا قادر ان انا يعني في اجراءات احترازيه وفي حاجات وعملوا مساحات ايجابيه والكلام ده كله، هيكملوا البطوله. واضح ان الاتجاه ماشي دلوقتي ان البطوله هتكمل، يعني ده الواضح اتجاه، لكن في رفض تام من نادي الزمالك، واللي اصدر مجلس ادارته امبارح بيان برفض مسابقه استكمال مسابقه الدوري الممتاز، رفض جماعي المجلس الاداره. وكمان النهارده حازم امام كتب على صفحته ككابتن وقائد للفريق، لسه مش عارفين الدنيا هتمشي ازاي، انا شايف ان الامور ما زالت معقده حتى الان. طيب كابتن احمد،
ايه الناشئ اللي ممكن يعمله عشان لو الدولة من الواضح ان عندها اصرار على استكمال الدوريات والله الشريف، احنا من ساعه جائحه كورونا احنا بنتواصل مع لعيبه الناشئين والبراعم عن طريق الفيديو كونفرنس، ان احنا بنتواصل معاهم، بنقدر بنحاول ان يعني قدر الامكان ان احنا نتواصل معاهم بحيث ان احنا نخليهم يتدربوا في البيت على قدر الامكان. لكن موضوع التدريب في البيت ده انا حاسس يعني شايف ان هو بصراحه لا مش مجزي يعني. مش مجزي يعني. موضوع استكمال دوريات البراعم والناشئين، لا انا شايف ان هو كان في قرار طالع من اسبوع ان هو لا تم الغاء دوريات البراعم والناشئين، يعني هي دي الدوريات الملغيه. وزير الشباب والرياضه قال لك لا مفيش الغاء لجميع الدوريات. فهل دلوقتي ده ليه علاقه بالبراعم والناشئين؟ لا، موضوع البراعم والناشئين يا استاذ شريف صعب ان هو يستكمل. خلينا نتكلم صراحه، ده هو عشان يبتدي هيبتدي ممكن شهر 9 و10 انتهت خلاص. مشان البراعم دي خلصت، الناشئين والبراعم يعني مش قبل شهر 9 و10 عشان نبتدي ان احنا نرجع التدريبات تاني. لان طبعا الاجراءات الاحترازيه للبراعم والناشئين صعبه غير الدرجه الاولى. الدرجه الاولى كل لاعب بيجي بعربيته بيجي لوحده وكده، بالنسبه للبراعم كل واحد بيجي مع ولي امره، فدي برضو من الحاجات اللي هيبقى فيها تجمعات او اولياء الامور وكده. فطبعا ولي الامر هيضطر ان هو ينتظر ابنه بره النادي. اعداد البراعم والناشئين موجوده في عندنا في نادي الزمالك اعداد كبيره جدا، مش هنقدر ان احنا نقسم الملعب. لو قسمنا الملعب يبقى احنا كده هناخد بدل ما ناخد 3 ساعات خمس فرق، لا احنا هناخد 6 ساعات على خمس فرق. وفي الاخر يا كابتن يعني معلش ما فيش بطوله بيلعبوا عليها زي ما بيقول، يعني مفروض هو مفروض اصلا دوري البراعم مفروض اصلا يبقى مهرجانات تنافسيه عشان يعني تاهيل مؤهله للقطاع الناشئين. والقطاع الناشئين طبعا مؤهله الدرجه الاولى، فشايف البطولات البراعم والناشئين ان هي ترجع تاني؟ لا، شايف الفتره الجايه دي كلها لا مش هترجع تاني في الفتره الجايه دي. مش قبل شهر 9 و10 عشان يبتدوا التدريبات تاني، ترجع تاني ان شاء الله. طيب يا كابتن سعيد، كان في ما اعرفش زي ما بيقولوا كلام نت بيقولوا مندوب الفيفا الخاص بالشرق الاوسط جه مصر ولقى الاعداد بتاع المصابين من اللعيبه عدد كبير، تمام، فكان ليه تصريح ان هو قال لو العدد زاد عن حد معين يبقى لازم الدوري يتوقف. لا، هو القرار قرار دوله. انا بقول لك برضو ايه الـ 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 الحقيقه، القرار بيخص الدوله. الاتحاد الاتحاد الدولي قال لان دلوقتي كل الانديه دلوقتي اللي ان في بلاد لغت الدوريات وفي بلاد استعنجت منها انجلترا طبعا، وبالمناسبه بنبارك لنجمنا نجم مصر ونادي ليفربول محمد صلاح، فخر الرياضه العربيه والمصريه والعالميه. احنا بنتكلم احنا بيخصنا احنا كوطن عربي، يعني احنا فخر لينا احنا. فانا عايز اقول لحضرتك ان القرار بيبقى قرار دوله وقرار اتحاد. فواضح ان يعني مع كويس عوده النشاط، احنا مع عوده النشاط وده قرار جميل. يا كابتن سعيد ما اعتقدش ان الكلام اشمعنا في قرارات معينه يقول لك ايه تدخل حكومي؟ تمام، لا ما هو الفيفا قال اتحاد الكوره. لا ده النهارده لسه يا كابتن سعيد، مندوب الفيفا جه مصر النهارده. جه النهارده وارد يكون جه، انا ممكن ما اعرفش. انا برضو يعني عشان ادي مصدر المعلومه، انا واخد المعلومه من على الانترنت. انا بصراحه اتمنى ان الموسم ما يستكملش. انا اتمنى، مش عشان بقى سيبك من دوري واهلي وزمالك والقصه دي، انا اكل عيشي شغلي انا من الاعلام الرياضي وشغلي في نادي الزمالك والراجل ده كده، كلنا من مصلحتي ومصلحه احمد ان الدنيا تمشي وتشتغل. بس نشتغل بالراحه، الدنيا لسه في العدوى منتشره بشكل كبير. النهارده كمان شايفين 1600 وحاجه، شايفين 87 وفاه النهارده. محمد عواد ممكن الاعداد تبقى اكتر كمان، خلي بالك دي الاعداد اللي هي بتحصرها الدوله. لكن في اعداد ممكن الدوله ما بتشوفهاش، ناس بتموت في البيت. كابتن سعيد هنستاذن حضرتك، هناخد فيديو لشخص عاشق لمصر، نعرف بيه الناس، اخ كويتي اسمه الاستاذ محمد مطر العنزي، حاصل على لقب سفير السلام من المنظمه الدوليه للسلام، وحاصل على المركز الاول على الوطن العربي افضل 50 شخصيه على مستوى العالم ما شاء الله، وحاصل على المركز الخامس لافضل شخصيه من اكاديميه النيل للعلوم الحديثه، حاصل على الدكتوراه الفخريه في مجالات كثيرة في السلام وحقوق الإنسان، عرف عنه بالتواضع والأخلاق الحميدة وحبه لوطنه ولعروبته ولقبيلته اللي هنتكلم عنها برضو أثناء نشوف الفيديو. أهلا بي. نشوف أهلا الفيديو تفضل.
ومعانا الاستاذ محمد مطر العنزي. اهلا يا استاذ محمد. اهلا فيك. اهلا فيك استاذ. حياك الله استاذ شريف، منورنا واهلا بيك في وطنك الثاني مصر. وهنقول مش وطنك الثاني ده، وطنك الاول يا استاذ محمد. اتشرف فيكم يا استاذ العزيز. طيب، كنا سمعنا ان القبيله بتاع حضرتك ليها فروع كتيره ومتنوعه ومتعدده، عايزين حضرتك تحكي لنا عن القبيله وتاثيرها في حضرتك وفروعها عندنا في مصر وفي الوطن العربي. ان شاء الله. طبعا قبيله عنزه دي من اكبر القبائل في الجزيره العربيه. ومنها الملوك والامراء والفرسان. ومنها عائله ال صباح حكام الكويت. وهم على رأسهم أسد الجزيرة مبارك الكبير وحفيده الشيخ صباح الأحمد أمير الإنسانية راعي نهضة الكويت الذي جعلها مركز مالي واقتصادي. وآل سعود في المملكة العربية السعودية، مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، والد الملك سلمان بن عبد العزيز أطال الله في عمره، وحفيده ولي العهد محمد بن سلمان صاحب رؤية 2030 وهي نقلة نوعية في تاريخ المملكة. ومنهم الخليفة ملك البحرين حمد بن خليفة بن قبيلة عنزة الذي طور مملكة البحرين وجعلها بلد سياحية جاذبة للسواح ومركز مالي. طبعا من مشايخ شيخ مشايخ عنزة اللي هو ابن هزال، شيخ مشايخ عنزة اسمه فهد البيك الهزال الذي عرف بكرمه وفروسيته وكان ذكي جدا ويمتاز بالفطنة. وكمان الشيخ ابن مهيد مطحن ابن مهيد احد شيوخ قبيله عنزه المشهور بالكرم وضاع صيته ايام الجياع لما كانت الناس جوعانه ما عندهاش تاكل، فكان بالليل يولع النار علشان البعيد يعرف بيته في الصحراء. وعندنا الشعلان، قبيله الشعلان اللي هو النوري ابن شعلان من اشهر امراء العرب المشهود لهم بالشجاعة الذي دعم الثورة العربية بكل بساله بقيادة الشريف بن حسين. وعندنا طبعا شيوخ القبيلة كثيرين، فأنا راح أذكر أسماءهم وهم العيدة الشيخ العيدة والشيخ العواجي والشيخ بن معجل والشيخ بن جندل وابن مرشد والشيخ بن مجلاد والفغرة والفقرة احنا نقولهم وابن ملحم وابن سمير والفدي. طبعا وفي هذه المناسبة طبعا احنا دائما اللي يكون عمل خير لازم نشكره، فنشكر الشيخ رائد غريب الخمعلي الذي تنازل عن حقوقه للمعسرين اللي هي 8 مليون ريال وهذا شيء مش غريب عليه. كما اشكر اللي داعمنا دائما مشاري فرحان الزعابه الشاب اللي دائما داعمنا في السوشيال ميديا. وبهذه المناسبه وحصريه للغناء ابارك للاخ نواف البشر الخمعلي الذي حصل على نائب رئيس مجلس اداره اكاديميه النيل للعلوم التطبيقيه لمجلس التعاون الخليجي. وابارك للمحامي سمير متعب العنزي الذي حصل على المستشار القانوني لاكاديميه النيل للعلوم الحديثه. طبعا قبيله عنزه قبيله كبيره موجوده في ولد سليمان وولد علي في بين حدود مصر وليبيا. وهي موجودة في المملكة العربية السعودية وفي العراق وفي سوريا وفي الأردن وفي البحرين، وهي قبيلة كبيرة جدا. لها تاريخ. هذه القبيلة تمتاز دائما بالفروسية وتمتاز بالشجاعة وتمتاز بالكرم وبالإنسانية. هذه القبيلة من القبائل المعروف عنها المحبة للسلام. القبيلة هذه وضد العنصرية وضد الطائفية وضد أي حاجة مخلة وتخالف دين الإسلام الحنيف. طب يا أستاذ محمد، تعرف عن القبيلة بتاع حضرتك، يعني العروبة والشهامة والشجاعة والصفات الحميدة كلها، وعرفنا عن حضرتك أن أنت محب لمصر بصفة خاصة وللأمة العربية بصفة عامة. عايزين نعرف يعني أهم سهامات حضرتك في الاقتصاد المصري والعربي، وعايزين نقرب أكتر من حضرتك ونعرف مدى مساهمتك في الحاجات دي. أستاذ العزيز، أنا بديت في شركة لونا موبايل، هذه شركة أمريكية
اتجهنا الى الصناعه. انا كان طموحي ان الانسان العربي يصنع. أي. وبدل ما احنا نستورد احنا نصدر. أي. فالشركه هذه انا تعينت فيها رئيس تنفيذي لدول الشرق الاوسط وافريقيا. ماشي. فالشركه ادتني جميع الامتيازات. أي. اني انا اعمل خطوط انتاج، اعمل كذا، طبعا الاجهزه كلها امريكيه طبعا في اعلى مواصفات الاجهزه. احنا طبعا انا عملت دراسه 4 سنين في السوق العربي. أي. فوجدت حاجه المستهلك العربي له مواصفات غير الاوروبي. أي. العربي يحب طبعا زي ما يقولوا البطاريه اللي تتحمل الكاميرا الدقيقه، سعه التخزين. فطورنا الجهاز انه يخزن 1 تيرا يعني 1000 ساعه فيديو. أي. الموبايل. فانا ضمن الخطه اللي احنا رسمناها عملت دراسه للسوق المصري كامل في 27 محافظه. وعملت دراسه الى الكويت والى المملكه العربيه السعوديه. فوجدت ان طبعا مصر هي خط التصدير الى افريقيا، لان مصر موانعها وخطه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لما وسع طور في قناه السويس. أي. وعمل شبكه طرق حديثه تسهل في المواصلات. أي. فوجدت ان الارض اللي انا الخصبه للانتاج اللي هي مصر يعني تتعدى افريقيا بحدود 1.2 مليار نسمه. ايوه. فهذا عدد مش بسيط. فقلنا نعمل خط انتاج في مصر ان شاء الله على 2021. ونعمل خط انتاج اخر يا في الكويت او في المملكه العربيه السعوديه. لان يعتبرون البلدين واحد والحدود بينهم قريبه مفتوحه. أيوة. والتسهيلات متساويه. فانا من هدفي من الموضوع هذا اني انا اجعل العربي يصنع، العربي يبدع، العربي يحقق طموحات. احنا لابد ان نتجه للتصنيع. أيه. انت عارف احنا الدول العربيه معظمنا اللي معتمد على النفط واللي معتمد على الزراعه، فلا بد ان يكون عندنا تنوع في الدخل. ايوه. اليوم النفط امبارح ب 80 اليوم ب 20، عرفت ازاي؟ فلا بد ان احنا عندنا صناعه تغطي. أيه. هذا الشيء. فاحنا الحمد لله احنا الان في الرتوش الاخيره، ووجدت التسهيلات من حكومه مصر تسهيلات فوق الممتازه بصراحه. فهذا اندل يعني وارض امان للمستثمر حاليا، يعني في تسهيلات كثيره للمستثمر. طيب يا مصر يعني تفضل استاذ. تفضل استاذ محمد. فمصر يعني الان انا لاحظ كثير من الاوروبيين والصينيين انهم بدوا يستثمرون مصر لانه وجدوا الامان. اي. والامان مهم للتاجر. صح صح. طيب يا أستاذ محمد، عرفنا أن حضرتك كتبت مقالة عن المملكة العربية السعودية. المقالة دي الآن ما نزلتها، راح تنزل الأسبوع القادم، عن الملك عبد العزيز آل سعود وإنجازات المملكة. لأني أنا ما أعتبر كويتي، أنا أعتبر عربي. أن كل حاكم عربي حق علي أن أكتب عنه. كل بلد عربي هي بلدي. عرفت علي إزاي؟ يعني فأنا طبعا إيه؟ يعني حضرتك ممكن نعرف محتوى المقالة دي كان ايه؟ مش مشكلة، ده يكون حاصل. المملكة العربية السعودية حاليا في نهضة. العاطفة يعني انا معجب في المملكة العربية السعودية الان لامور كثيرة. الحريات بدأت تكون افضل من اول. أي. قيادة المرأة اخذت حقها، المرأة اللي كانوا يسلطون في سنوات. السياحة بدأ يطورها. أي. خطة 2030 هذه من أفضل الخطط الاقتصادية في الشرق الأوسط. دي تجعل السائح بدل ما يروح لأوروبا يأتي للوطن العربي، في المملكة العربية السعودية، في مصر، في الدول العربية. فيعني أنا أشجع ولي العهد محمد بن سلمان. هذا الشاب طموحه جيد، طموحه يعني يجعل انك تجد رؤيه مستقبليه. طب كلمه اخيره توجهها حضرتك للشعب المصري بصفه حضرتك عاشق لمصر وللشعب المصري، تحب تقول لهم ايه؟ في كلمه انا اتكلم بكل شفافيه، يمكن انت تعرفني جيد اني انا لا اجامل ولا ازين الكلام. صح صح. احنا في الفتره الاخيره دخلوا بيننا دسائس بدات تراشق في الالفاظ السيئه. عمر الكويتي ما يشتم المصري ولا المصري يشتم الكويتي. صح. لان صح. احنا اهل واخوان واسره واحده.
لما يكونون 5 إلى 10 اشخاص سيئين ما يأثرون علي ولا عليك. لا طبعا ما يمثلوش الشعبين، لا لا ما يمثلوش لا الشعب المصري ولا الشعب الكويتي. والاجهزه الامنيه في مصر وفي الكويت اجهزه صاحيه لهالاشكال دي وكلهم يعني نالوا عقاب. ايوه ايوه. فانا طبعا يمكن سالتني المعده عن سؤال عن عيلتي انا الخاصه اللي هي السخف بتاعي. ايوه. فراح اتكلم فيه على عجاله. اتفضل اتفضل. طبعا هي سالتني وانا مش عنصري، ولكن سؤال الاستاذ المعده يجعلني اني انا اعرف حتى قبيلتي انا من مين، من اي سخف. طبعا انا من سخف الصقور. الصقور هذول من عنزه فيها 5 أفخاذ. أي. منهم الدهمان المعروف، منهم يعني الدكتور عبد الله الضلعان ورجل الاعمال ثاني بطي في المملكه العربيه السعوديه، والنائب السابق خضير العنزي والمرحوم ظاهر الحربش والد النائب السابق جمال الحربش، وعندنا الجلال معروف فيهم ابن موقف ومجحم النجدي صاحب قصيده من 200 سنه يسمونها شيخه القصيد. وعندنا الشخص الثالث الدلمة التي يعني معروف عنهم مجمل الدلماني رحمه الله ابو فراج من الرجال المعروفين، ومحمد الحصبان معروف والد المحامي الكبير شيخ المحامين معروف في مصر المحامي دوخي محمد الحصبان. أي. والنوخذ حمود الخده. وعندنا فخذ المصاعد المعروف عنهم الاديب والشاعر عبد الله بن كليته وجزاع النمران، والاخير فخذ السويبت اللي انا منهم. أي. اللي هو فايز السويبت شيخ الفخذ ويسمونه مجبل وليلي سريحان رحمه الله من الناس المعروفين. طبعا وفي هذه المناسبة طبعا اني اشكر طبعا ولا ننسى شاعر السور سليمان الهويدي، ونشكر المؤرخ الذي قرأنا في كتبه وتعلمنا منه الأديب خلف بن حديد آل مبارك، ولا ننسى الشاعر ابن عمي الذي قصد قصيدة في والدي رحمه الله الدكتور خالد مطلق الغافل صاحب الوجاهة. وطبعا أشكر أنا قلت لك الولد الشاب اللي هو وراح اسمه عندي استغفر الله العلي العظيم اللي هو شاري فرحان الزعاب اللي دائما يتابع يعني الأمور هذه وبالسوشيال ميديا ومحب طبعا لمصر. واشكر يعني الغدير في عنزه اللي طبعا افتخر فيها. دائما الواحد لما تكون غدير كويسه يفتخر فيها. وفي الحلقات الغاتفه طبعا الشيوخ اللي كتبناهم العيده والحواجي والمجر راح نتكلم عنهم في شفافيه. انا قاعد اتكلم وانا برا يعني انا تفاجات بالاتصال يعني انا معلومات اللي كذا حافظها عن الغيب. فطبعا اشكركم واشكر القناه المقيمين عليها وانتم الاستاذ شيرين. ومصر والكويت بلد واحد، ولما نستثمر بمصر احنا مستثمرين في بلدنا، والمصريين لما يستثمروا احنا اخوه واهل وما يفرقنا اي شيء. على العموم احنا شاكرين حضرتك جدا، ودايما بنقول ان الشعب المصري والشعب الكويتي شعب واحد، واحنا اخوه واحنا عرب، ونتمنى ان حضرتك تبقى متواجد في مصر وتبقى متواجد معانا في القناه عشان نلقي الضوء اكتر واكتر على قبيلة حضرتك اللي هي مسار فخر لينا ولحضرتك وللعرب اجمعين. الف شكر يا استاذ محمد، وربنا يجملها بالخير ان شاء الله، ونسير في خطى نكون اخوة واحباب واصحاب مع بعض ان شاء الله. الف شكر يا استاذ محمد. طيب نرجع تاني يا كابتن سعيد. زي ما قلنا الاخ بتاع الفيفا مندوب الفيفا جه وقال لو نسبه الكورونا او نسبه المصابين بالكورونا في الوسط الرياضي زاد عن حد معين لازم الدوري يتوقف. بس انا ما شفتش التقرير ده. شفتش انت قريت حاجه كده كده احمد؟ انا ما اعرفش انت قريت الخبر ده على موقع ولا لا؟ متهيألي انا برضو عشان لا بس ما اعتقدش. بس ترجع للحكومات، هو قالوا الحكومات هي يعني الحكومات هي تاخد القرار. لان انت يا كابتن احمد ما احنا بنقول قبل كده كانت التدخل الحكومي. لا قبل كده لا دلوقتي انت في ظروف صحيه مختلفه في البلاد. في بلاد عندها وفي بلاد ما عندهاش البلاد اللي فانت ده هو ترك القرار للحكومه والصحه. هو اللي بنفسه اللي قال القرار ده يبقى قرار حكومه دوله هي اللي تقول النشاط يستكمل ولا. لكن الدوله ما وقفتش النشاط
علشان خاطر ان في نتائج يعني ما تدخلتش في الامور الفنيه او الاداريه بالنسبه للكوره. الدوله دخلت للامور الصحيه للمحافظه على المنظومه الرياضيه. ايوه. فعشان كده الفيفا قال لك الدوله هي اللي تاخد القرار. هي تاخد القرار اذا كان بايقافه او بالغائه او بعودته. ده قرار دوله. فهمت؟ لكن ما تقدرش تتدخل بقى في اي حاجه تانية غير كده. بس هو قرار المفروض ان احنا دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها الاعداد اللي بتزيد دلوقتي المفروض القرار ان دلوقتي الغاء الدوريات جميع الدوريات ونبتدي موسم جديد. نبتدي موسم جديد امتى؟ برضه دي الحكومه هي اللي شويه القرار. يعني نظبط هي وزاره الصحه تدي تقرير لوزاره الوزراء وبعد كده يا كابتن احمد لو احنا بصينا لها من ناحيه في ضغط دلوقتي برضه اقول لحضرتك على حاجه من الناحيه الاقتصاديه الرياضه تعتبر في الوقت الحالي ك يعني ايه مصدر من مصادر الاقتصاد القومي. انت اي بلد اي دوله بيبقى الدوري بتاعها شغال تعرف ان البلد دي مستقره والامور تمام. فانا طيب انا معاك الحكومه يعني حريصه على عوده النشاط عشان يبقى في احساس عند الناس. عوده النشاط غير عوده الدوري. ما انا راجع النشاط ماشي ابدا ما انا كده المفروض الدوري يبدا بعد شهر. ايه المشكله لو بدات بعد شهرين؟ شهرين ما انا خلاص انا بدات الدوري الجديد ولا الدوري اللي يستكمل؟ تبدا دوري جديد لان في صعوبه انت محتاج تاخد مساحه ان الناس تاخد وقت شويه. طبعا الاهلاويه الوقت اللي بيتفرجوا يقول لك ده بيطبلوا عشان الزمالك هيتقال كده وعشان الاهلي ما ياخدش الدوري. والله العظيم انا ما بتكلم على الاهلي ياخد دوري ولا الزمالك ياخد دوري. انا بتكلم من وجهه نظري الشخصيه انا ان الدوري احنا محتاجين ما ينفعش نبدا دوري قدامنا مش اقل من شهرين او شهرين ونص عشان نبدا دوري عشان نبتدي دوري لان لسه الامور صعبه ممكن بعد في خلال شهر او شهر ونص ان شاء الله تكون الامور ممكن وارد يكون الدنيا بقت افضل بكتير جدا من الفتره اللي فاتت خلي بالك مش هيفضل مستمر معانا هو اكيد هيجي له وقت وارد. بس يا كابتن يعني دلوقتي الحكومه فتحت القهاوي وفتحت فتحت القهاوي بس من بدون شيشه بدون شيش وعملت مواعيد لا بس فيها اختلاط اكتر من لا ما فيهاش اختلاط حاجه 25% اللي يقعد لا قالوا انت هل معتقد ان في صاحب قهوه هيلتزم بال25 هي الدوله طبعا مش هتقدر تراقب كل بس بيحاولوا بتقول للناس احنا عاوزين برضو طبعا. يعني نبدا بس بالراحه نشتغل بس بالراحه فانا بقول برضو النشاط الرياضي يبدا بس بالراحه ما يبدا طيب مفيش مشكله انا عايز حضرتك تقول روشته يعني ايه يبدا وبالراحه ما هو يبدا بص يشتغل النشاط الرياضي لان كمان انا بقول لك المشكله ان في انديه كتير جدا معترضه على عوده النشاط عوده أي. الدوري انا عارف ان في انديه لمصالح شخصيه مش لمصلحه الكوره في انديه كتير من عايزه تلغي عشان ما تهبطش وفي انديه كتير من اللي عايزه ترجع عشان متصدرين ما خلينا صراحه ما عشان بس ايه نتكلم على المنظومه كلها كله باصص لمنظومته سيبك اقول لك ده انا بدور للبلد لا ده كله كل بدور لمصلحته خلي بالك 18 نادي مش هستثني حد كل واحد بدور على مصلحته الشخصيه طبعا فعشان بس ايه ما نقولش الانديه اللي عايزه تلغي ليه والانديه اللي عايزه تستكمل ليه فاحنا بنقول المفروض وكمان احنا نبدا تدريبات في براحتنا يبقى في برضه في التدريبات ما في حاجه ما في تدريبات جماعيه وفي تدريبات فرديه اشتغل فردي براحتي واخد وقتي واشتغل بالدنيا قدامي في شهر ما يبقاش في التحامات او الكلام ده كله اشتغل شغل كوره برضه من بعيد اخد حساسيه الكوره كل الكلام ده كله لغايه ما اشوف الامور ماشيه على فين براحتي في انديه معاش فلوس تدفع مستحقات وده من ضمن الاسباب اللي الانديه عايزه تلغي الدوري خلي بالك ان في انديه مش عايزه تدفع فلوس في انديه مهدده بالهبوط فانديه ممكن تبقى بعيده عن المنافسه طب العكس صحيح يا كابتن سعيد لو رجع الدوري طب ما الانديه دي برضو هتقعد ملهاش مصدر دخل في خلال الشهرين ثلاثه اللي هو بالنسبه لها الموسم ده خلص سقطت المستحقات اللي عليها بالنسبه للعيبه نسبه المشاركه كمان خلاص من المشاركه ملغيه خالص اتلغت خالص فاهمني بس حق الرعايه والكلام ده كله مش هتاخد منه حاجه برضو ما مش تاخد ماشي بس برضو كان المستحقات اكتر والمصاريف ودور تاني وفي انديه اصلا كمان مهدده بالهبوط ده نص الدوري مهدد بالهبوط عشان كده قال لك الغي نص الدوري مهدد بالهبوط عشان كده قال لك لكن في ناس برضه خلي بالك ما انت في ناس كتير رافضه عوده الكوره سيبك من الفرق عشان برضه ما نظلمش الانديه كلها في ناس كتير بترفض عوده الانديه من الجمهور العادي انا واحد من الناس رافض عوده الدوري رايي في واحد تاني يختلف معايا يقول لك لا انت ممكن تختلف تقول لا الدوري يرجع بتختلف الوجهات لكن احنا بنتكلم في الصالح العام طيب كابتن احمد لو حضرتك عايزين تحط لنا روشتة طبعا انت على كلام حضرتك انا ما لسه ما قريتش الاخبار دي بس على كلام حضرتك ان دوري الناشئين والشباب والبراعم خلاص تقريبا في حكم الغاء طيب
اللاعب الكره الناشئ اللي عندك في النادي هل هترجع التدريبات ومفيش ماتشات، ولا هتلغي التدريبات، ولا ايه بالظبط؟ ايه الاليه اللي هنشتغل عليها حضرتك استاذ شريف؟ احنا كل سنه بنبتدي في نص شهر 8 او في اخر شهر 8، يعني السنه اللي فاتت احنا بدانا في نص شهر 8. فشايف ان عوده الناشئين والبراعم، انا شايف ان هي في مواعيدها هتبقى الى حد ما ممكن متشابهه زي السنه اللي فاتت. يعني ممكن السنه دي مثلا هنبدا في 8، لا ممكن نبتدي في 9. فشايف ان احنا دي برضه هترجع برضه لوزاره الصحه، هي تقدر تقول لنا الاعداد دلوقتي هتروح على فين، لان البراعم والناشئين زي ما قلت لحضرتك موضوعها صعب مش سهل، الموضوع تاثره كبير، يعني تاثروا هيتاثروا بالفتره اللي احنا بقالنا 4 شهور، ولو والفتره كمان يقعدوا تاني حتى لو الدوري رجع ده في ناس ممكن تبطل. كابتن سعيد احنا عايزين شايف ان في ناس ممكن تبطل. بعد اذنك يا كابتن احمد عايزين نجيب الدكتور مجدي سالم على التليفون يقول لنا برضو بعد اذنك، يعني يقول لنا ايه لو الاعداد يجيبه لنا، يقول لنا رايه في الفتره اللي احنا فيها دي، لان هو خبير في حته البراعم دي يا استاذ شريف. نعرف منه الاضرار اللي بيتعرض لها اللاعبين دلوقتي من طول الفتره، ان اول مره تحصل ان يوقف النشاط بالوقت ده كله. مرحله البراعم بيبقى اللعيب في مرحله دلوقتي مرحلة نمو، فهو أولى بكل يوم، محتاج كل يوم كل يوم إن هو يستفاد باليوم ده. القعدة دي كلها في البيوت طبعًا، في ولاد تخن، أنا عندي فارس صغير ابني وزنه زاد، وعندي آدم اللي هو 2010، وعندي آدم 2007 وزنه زاد. كان عبد الرحمن ابني ساعات كده بيخرج بيلعب يعني وزنه لكن كل الولاد اللي قاعدين في البيوت دلوقتي كلهم وزنهم زاد، وبعده كمان يعني وزنهم زاد، وبعده كمان الناحية الإحساس بتاع كرة القدم كمان بعيد عشان يرجع ياخد وقت. ف انا شايف ان اكتر قطاع تاثر، واتفق معاك كابتن احمد صلاح فعلا، تاثر بايقاف النشاط الرياضي هو قطاع البراعم. البراعم اكتر من الناشئين كمان، اكتر من الناشئين كمان، لان هم حتى في الفترات اللي هم بيقعدوا حتى مثلا ينزلوا يلعبوا مثلا ماتشات اللي هي الخماسي الحاجات دي كلها في فترات الراحه بتاعتهم. دلوقتي حتى ما فيش حتى لعب خماسي ولا في اي حاجه خالص، 4 شهور راحه سلبيه وقاعدين في البيت 24 ساعه. فدي برضو مشكله. انا اللي قصدي فيها كابتن احمد، يعني هترجعوا التدريبات داخل النادي ولا هيتلغي النشاط؟ هنرجع تدريبات داخل النادي بس باجراءات جديده. اول حاجه اولي الامر دلوقتي اللي هيجي مع ابنه ماشي لازم هيستنى ابنه، لو هو عدو في النادي هيستنى ابنه جوه النادي، مش هيجي يقف معاه عند الملعب. سواء لو هو مش عدو هيتفضل ان هو برده هيبقى ليه مكان مخصص برده في موجود في النادي يقعد يستنى ابنه. بالنسبه للعيبه احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ لازم كل مجموعات تتدرب مع بعض كل يوم. يعني احنا دلوقتي هنقسم اللعيبه 6 لعيبه يتدربوا مع بعض. يعني انا مثلا عندي حراس المرمى 4 يضربوا مع بعض، لو في مثلا معايا الحراس المرمى تانيين 4 يعني من لهم جزء تاني يضربوا مع بعضيهم. مش هقدر اخلي مثلا معايا دلوقتي 10 لعيبه في مكان واحد، لازم اقسمهم او اقسم الوقت بتاعهم. فده هيبقى عبء كبير قوي. انا شايف ان هي السنه دي هيبقى عبء كبير جدا يا استاذ شريف في موضوع البراعم والناشئين، المساله هتبقى صعبه شويه خصوصا في سن البراعم، لان العدد كتير في القوائم. يعني انت يا كابتن سعيد زي ما حضرتك عارف اعداد القوائم البراعم ساعات بتوصل 60 و70. طب بالنسبه للاكاديميات بقى يا كابتن سعيد، الاكاديميات الخارجيه تمام، دي مشكلتها مشكله طبعا، ما فيش مراعاه لاي اجراءات احترازيه. الاكاديميات الخاصه الاكاديميات الخاصه بيحاول بقى، دي بقى الدور على اولياء الامور وخبال حضرتك والتوعيه بالنسبه للولد، لان الدنيا كلها هتمشي فلازم كله هي. وانا اولادي هضطر ان هم لما شايف هينزلوا، بس لازم الاجراءات الوقائيه والاحترازيه. لا بس مثلا اولاد حضرتك في نادي زي نادي الزمالك يقدر يعمل اجراءات، يقدر انا بتكلم حتى لو هو بيتمرن شغل خاص بالنسبه له هو، يعني شغل خاص البرايفت اللي هو غير اللي زي الاكاديميه يعني. ايوه لا يعني مش داخل منظومه مثلا، يعني سيبك ان في اولاد كتير بيلعبوا في انديه بس بيتمرنوا شغل خاص تاني زي لازم كمان المدربين والمسكين الاكاديميات لازم برضه يبقى واخد في حاطط في حساباته واعتباره القصه دي، ما يبقاش بقى شغال بقى اي شغل وخلاص. لازم يبتدي حتى لو مش عارف يبتدي يقعد يجيب حد معاه فاهم يقدر يشتغل الشغل، اللي هو ما يبقاش فيه تقارب كتير في اشتغل على الشغل المهاري، اكتر منه ما تعاولش تعمل شغل فيه التحامات كتير الفردي اكتر في النفس النفس يعني تحاول في مجال التدريبات ومجال كره القدم موجود. يمكن لو الدكتور مجدي هيستلم دخل هيقول لنا على الشغل اللي ممكن يتعمل، اللي هو برضه في الظروف دي ايه الشغل اللي انا اقدر اعمله، اقدر اشتغل واللاعب يكتسب مهاره وبدني وكل حاجه بس من خلال عدم الاحتكاك او في بعد في المسافه بينه وبين اللاعبين. بس دي كانت هتبقى صعبه، لان انت عارف الاطفال برضه المراهقين عايزين برضه يقربوا من بعض. يعني انا قصدي ممكن اشتغل شغل بقى شغل مهارات شغل حاجات اللي هي الحاجات الفردي الفردي الزجزاج الحاجات دي كلها ازود مهاره اللاعب والتقسيمات. ممكن اعمل تقسيمات بس ايه بمساحات واسعه، يعني ما اعملش شغل 5 5 في لا اوسع مثلا 3 3 في ملعب كبير
بحيث ان اللي حتى اللي في تباعد. عندي سؤال في المنطقه دي يا كابتن سعيد، هل الاجراءات وطريقه التدريبات والكلام ده كله هيرجع اللاعب لفورمه ما قبل الكورونا؟ ما هياخد وقت شويه، هياخد وقت، هياخد وقت لازم ياخد وقت. يعني بدا قبل كده كان بياخد مثلا نقول 3 اسابيع، هياخد له مثلا شهر وربع، يعني مثلا شهر واسبوع، شهر واسبوعين 40 يوم مثلا، لانه الفتره الراحه الفتره السلبيه كانت كبيره قوي. احنا كنا بناخد فتره سلبيه شهر، شهر ونص. طب معانا كابتن مجدي سالم جهبز البراعم طبعا. اهلا يا كابتن مجدي. اهلا انا استاذ شريف، ازي صحتك؟ الحمد لله، الله يحفظك. الله يخليك، واهلا بالكابتن سعيد لطفي والكابتن احمد صلاح. كابتن مجدي زي حضرتك، نورك يا دكتور، كان نفسنا تكون موجود معانا ان شاء الله. نور الدنيا مجدي ان شاء الله. ما تحرمش منكم يا رب. طيب كان كابتن سعيد عايز يسالك يا دكتور. دكتور مجدي، طبعا حضرتك من الناس اللي بعتبرهم جهابزه في مجال البراعم، ومن افضل الناس اللي بتشتغل في مجال البراعم كشغل خططي، ويعني ما شاء الله يعني استاذنا ومدربنا طبعا. فتره التوقف انا بقول دايما، حضرتك طبعا ادرى مني، ويعني لا يسأل هو ملك في مدينة زي ما بيقولوا. انا بقول ان اكتر قطاع تأثر بايقاف النشاط الرياضي هو قطاع البراعم، اكتر من قطاع الناشئين، مراحل الناشئين والفريق الاول. حضرتك توافقني على هذا الراي، ولا ممكن انت عند حضرتك راي تاني؟ لا هو طبعا البراعم عشان دي فتره نمو عندهم، تمام، ومحتاجين انهم يتعلموا مهارات مختلفه خلال المرحله السنيه بتاعتهم. هم دلوقتي بعيدين عن التدريب، قاعدين في بيوتهم. فبالتالي ناحيه الكوره عندهم ما فيش تدريب كوره، لان البيت عنده مساحته ضيقه ومش ممكن هيقدر يتمرن. فعشان نرجع تاني البراعم للانديه، يعني هتكلم على طب صفا عوده على نادي الزمالك عندنا بتاع البراعم. لازم على الاقل يكون 20 لاعب في كل فرقه. احنا انت عارف ان احنا عندنا اعداد كبيره، الاعداد الكبيره 70 لاعب كابتن مجدي. احنا عندنا اعداد كبيره، فعلى الاقل 20 لاعب عشان يبقى فيه ما تيجي تمرن تدريبات مهاريه، يبقى فيه مسافات بين اللاعبين. أيوه. وحتى التقسيمات اللي هتحصل والكلام ده برضه يبقى ما بقاش فيه زحمه في الملعب. وبالتالي بيبقى كل لاعب كوره او كل اثنين كوره، أيوة، مهارات مع بعض، نقلل الاحتكاك. وفي الاخر بنعمل لهم تأكيد. طب هل الاجراءات الاحترازيه دي هناخد بيها في نادي الزمالك يا دكتور كابتن؟ لازم طالما النشاط هيرجع، لازم الاجراءات الاحترازيه لازم تتعمل في كل الانديه اللي هترجع فيها النشاط. العمليه مش سهله. انا مش عارف الناس اللي بتعترض على ان نادي الزمالك مش عايز الدوري يرجع بيعترضوا على ايه؟ ده في 18 مباراه لسه هتتلعب. يعني هم فاكرين ماتش ولا اتنين؟ 18 مباراه. طب الدوري الموسم اللي جاي، الدوري اللي الموسم الجاي هيتلعب امتى؟ والاجنده الدوليه للموسم الجاي مليانه بالنسبه لنادي الزمالك ومنتخب مصر. مظبوط. حط الاجنده الدوليه قدامهم ويتكلموا. هي اللجنه الخماسيه المعموله في اتحاد الكوره قاعده تطبطب عشان يجددوا لها سنه كمان؟ لا طبعا. يعني هم قاعدين مش داريانين باي حاجه بتدور حواليهم. عيب عليك يا دكتور، عيب كبير جدا السنه دي في قصه بقى ايه ليه؟ لان انت بقى عايز شغل بقى ناس بقى متخصصه. شغل البراعم بقى، وازاي كل واحد بقى وريني نفسه. كابتن مجدي عيب عليه دور كبير. الامكانيات لازم هتبان السنه دي. هذا جاهز بالبرامج دي يا دكتور كابتن مجدي؟ هو سؤال يعني ساذج شويه. لولبي. هو حضرتك مع الغاء النشاط ولا مع استمرار النشاط؟ الغاء. لا، الدوري لازم، الدوري يتلغي. ندي فرصه لا، بغض النظر عن حضرتك زملكاوي على فكره. لا يعني بتكلم لا ده هو كان كابتن مجدي اول واحد قال لي أول لازم البراعم والناشئين اصلا يتلغوا من بدري. اول واحد نادى بيها بصراحه يعني بامانه. اتفضل يا كابتن. يا جماعه البراعم زي ما احنا عارفين اليوم بيجروا على بعض وبيحتكوا ببعض وبيقربوا بعض، صعبه فمشكله. تاخد يعني احنا عاوزين نستنى لغايه ما يحصل مصيبه وبعدين نقول يا ريتنا كنا عملنا، يا ريتنا كنا لغينا. لا طيب يا انا عايز اساله بس سؤال، معلش يا استاذ شريف. لا هيبقى معانا الحلقه الجايه وحضرتك. لا اللي هو هل هو حضرتك جاهز يا دكتور مجدي بالبرامج اللي هي التدريبية، بالشغل اللي انت حضرتك بتتكلم فيه ده، جاهز مع حضرتك ان شاء الله للموسم الجديد باذن الله؟ جاهز
جاهز معايا انا عامل برامج بالاجراءات الاحترازيه بكل حلو. طب على الهوا كده يا كابتن مجدي توعدنا بحلقه مع بعض ونناقش كل الامور دي. طبعا يا ريت. ماشي تحت امرك. سعيد وسعداء بيك و اشكرك والف شكر يا كابتن سعيد وكابتن صلاح. شكرا يا حبيبي. شكرا لك. طيب معانا مكالمه تاني من الكويت. اهلا يا دكتوره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو في ايه مشكله؟ ايوه يا ست الدكتوره صفاء. حاول الاتصال تاني. طب حاول الاتصال تاني ما كملتش يا كابتن. بالنسبه لدوري البراعم والناشئين الموسم الجديد عن شباب استاذ شريف الموضوع هيبقى برضه خلينا نتكلم صراحه هيبقى صعب شويه. يعني الموضوع هيبقى صعب. عايز المدربين بدل مثلا دلوقتي مثلا في الفرق فيها اثنين مدربين لا هيبقوا لازم ثلاث مدربين او اربع مدربين عشان برضه الموضوع يا كابتن سعيد برضه هتزود عدد المدربين عشان كل مدرب ياخد مجموعه يبقى فيه وهتزود عدد الساعات. انت مثلا شغال ساعه او ساعه ونص او ساعه ونص يبقوا ثلاث ساعات. فالموضوع هيبقى السنه الجديده هيبقى الموضوع صعب. يعني عندك 60 لاعب هيبقوا مثلا على ثلاث مجموعات. صفاء مين؟ صفاء السبعة لا فشايف ان الموضوع بصراحه هيبقى صعب السنه ده كابتن سعيد في الموضوع. استاذ صفاء عوده. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه دكتوره صفاء اهلا وسهلا. ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك استاذ شريف؟ الحمد لله الله يحفظك. عايزين نعرف مين صفاء مين مدام صفاء عوده. الاول خلوني ارحب بيكم وارحب بحضرتك وبرنامجك الناجح والساده الضيوف والساده. اهلا بحضرتك استاذ صفاء. اهلا بيك. اقول لحضرتك اهلا بحضراتكم وخلوني اقول لكم ان انا صفاء عوده سيده مصريه من المهتمين بشؤون المصريين بالداخل والخارج وخاصه الخارج لاظهار الصوره الجميله الصوره الحقيقيه لمصرنا. اي جميل. هي دي صفاء عودة في عجالة. على فكرة بيطلق عليك لقب في الكويت يا دكتورة. نعم أيوة. طيب. أيوة يعني البعض يقولوا أم المصريين. على فكرة دكتورة صفاء مهتمة بالشأن الشأن العام ومرشحة السنة دي إن شاء الله للمجلس النواب. ما شاء الله بالتوفيق والله بالتوفيق. حاجة جميلة يعني بتعمل بتأدي رسالة كبيرة جدا للوطن يعني. يا مدام صفاء عايزين نعرف يعني علاقتك بالعاملين بالخارج. وحضرتك يعني انا كنت مرشحه سابقه في الانتخابات البرلمانيه 2015 فكان عندي مجموعات على مستوى العالم استغليت المجموعات دي باني يعني اراقب من بعيد شؤون المصريين سواء كان عندهم يعني حالات فردية أو حالات جماعية ومن هنا أصبحنا يعني نوصل صوت المصريين بالخارج إلى المسؤولين والحمد لله يعني فيه شبه تواصل سريع وحلول سريعة والحمد لله رب العالمين. يعني يمكن في الكل لمس الموضوع ده من خلال التواصل المستمر في الأزمة الأخيرة هي أزمة كورونا العالمية اللي طبعا المصريين في الخارج أظهروا حبهم الشديد للوطن وأنهم كلهم عايزين يرجعوا مصر وكانت هناك معاناة كثيرة. فطبعا في تواصل على في جميع أنحاء العالم بالمصريين الحمد لله. طب هل يا دكتورة صفاء علاقتك بالمصريين بالخارج أثرت على علاقتك بالمصريين بالداخل ولا ماشية في نفس المستوى؟ لا بالعكس طبعا انا اراقب المصريين في كل مكان طبعا لان يعني فخامه الرئيس السيسي نحن معه اينما كان في الداخل اينما كنا نحن في الداخل او في الخارج. فهناك بعض المشكلات في الداخل اللي تواصلوا معايا اصحابهم واصحاب المشكلات وتم التواصل من خلال جروبات على الواتساب وتم التواصل مع مسؤولين. يعني يمكن أكثر المشكلات اللي قابلتني طبعا في بلدي مركز الصنطة كانت مستشفى الصنطة المركزي وتواصلنا مع وزارة الصحة وتم كانت الميزانية بتاعت المستشفى كان فيه يعني توجهت لمكان آخر يعني تواصلنا بالمسؤولين في المحافظين المحافظ أو
الوزارة، والحمد لله يعني تم إنشاء المستشفى وتكملتها على خير. وفي مشكلة زي مؤقتي وزارة الزراعة اللي أخدوا باع طويل جدا في المناداه، وطبعا 25 سنة تواصلوا معايا وبدأنا نحن ندخل المسؤولين والسادة النواب ونشوف آلية إن احنا نخرج من المشكلة دي بطريقة ترضي الأطراف. وطبعا في مشاكل داخلية زي خطف أولادنا في ليبيا، المشكلة طبعا أرقتنا كثيرا، وبدأنا إن احنا نعمل توعية لأبنائنا في الخارج ونشوف يعني الصورة طيب يا دكتورة صفاء، عايزين حضرتك توعدينا بمداخلة تانية إن شاء الله، ونتكلم بصفة أكبر عن المواضيع اللي حضرتك بتحكي فيها دي. يشرفني يا فندم، وسعيدة جدا وإحنا سعداء بحضرتك، وربنا يوفقك إن شاء الله. معلش الوقت يجري معاكم بسرعة. والله يا شريف أنت ما شاء الله عليك، يعني بحييك على إدارتك للحلقة، ويعني حاجه جميله، ومنشرف دايما بالتواجد مع اعلام كبير زيك. الله يخليك، ان شاء الله بالتوفيق دايما كده يا رب ان شاء الله. طيب كلمه اخيره يا كابتن سعيد قبل ما نختم. كلمه اخيره، احنا نتمنى الرياضه المصريه ترجع تاني بالشكل المناسب، وبما يحافظ على المنظومه، على جميع من يعمل داخل المنظومه، سواء لاعبين سواء مدربين اداريين اطباء عمال غرف ملابس، حتى الناس اللي بتامن في المباريات. اتمنى ان شاء الله الامور ترجع على خير، ويكون باذن الله القرار الصحيح والسليم هو اللي هيمشي الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. شرفتنا يا كابتن. اشكرك استاذ شريف. كلمه اخيره يا كابتن احمد. اول حاجه بشكر حضرتك استاذ شريف، انا كنت موجود مع حضرتك النهارده ومع كابتن سعيد. واول حاجه بوجه رساله للرياضيين، ما نستعجلش عن عوده الدوريات، احنا عوده النشاط دلوقتي هي اللي موجوده، فعوده الدوريات ان شاء الله في الفتره الجايه باذن الله الدوريات هتعود ان شاء الله. وبتمنى الشفاء لمحمد عواد، جاله فيروس كورونا النهارده، فبتمنى له الشفاء، وان شاء الله باذن الله مصر ان شاء الله تعود احسن من الاول ان شاء الله. شرفتنا يا كابتن. شكرا لحضرتك استاذ شريف، سعيدكم والله وسعدنا بكم، ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.